special professor Sharifa Fayoumi. Hi. Would you please introduce yourself? Yes, I'm Dr. Sharifa Fayoumi. I'm the head of the emergency department at Saudi German Hospital Cairo. I'm also starting to get the emergency culture to be clear for every person in Egypt and in all faculties of medicine in Egypt. دي أول مرة حضرتك تحضر كارديو أليكس؟ أول مرة الطوارئ شارك كارديو أليكس in general يعني. الطوارئ شوية كان الناس مش فاهمة ده دكتور الاستقبال اللي ممكن يجيله حالة يكلم على طول الدكتور المختص يجي يعني. طيب حسين الدكتور ده مش فاهم هو بيعمل إيه؟ مش عارف إيه الحالات المفروض يستدعي فيها الكارديولوجيست ويبدأ فيها العلاج للمريض بسرعة عشان كل وقت كل دقيقة بتعدي. بعض الحالات بتبقى بتكلف المريض جزء من حياته. فاحنا دلوقتي بنعمل برنامج توعيه لاطباء الطوارئ وبرنامج تدريب لاطباء الطوارئ في مصر ان هم يعرفوا يتعاملوا مع حالات الضغط المتعلقه بالقلب وغيره وان هم يبداوا المانجمنت بتاع الحاله بحيث ان المريض ما يتعرضش لاي خطر. طيب حضرتك تقدر تكلمني اكتر عن المفروض الدكتورز الطوارئ تعمل ايه؟ هو اكشلي لحد ما دكتور الكارديولوجي يوصل او دكتور القلب يوصل المفروض ان دكتور الطوارئ ده يشتغل دكتور كارديولوجي. وهو ده بيستاذ كويس قوي في الماسترز في الام دي بتاعته اللي هو ازاي يتعامل مع الحالات الطارئه اللي زي ما قلت لك البيئه فيها ممكن تفرق كانه دكتور كارديولوجي بروفيشنال اند هيز دوينج ايفري ثينج كانه بالظبط دكتور كارديولوجي ديلينج وذ كيس. وهو ده السكوب بالظبط اللي جايين نتكلم فيه النهارده ازاي تمبروف الليفل بتاع اطباء الطوارئ بحيث هم فعلا يقدروا يتعاملوا مع الحالات الطارئه المتعلقه بالقلب. زمان كان المريض اللي عنده ضغط لا قدر الله في القلب فور اكزامبل او على سبيل المثال كان بيجي المستشفى يستقبله دكتور يقعده على السرير ويبدا يحاول يوصل لدكتور الكارديولوجي ممكن دكتور القلب ما يكونش موجود في المستشفى فنستدعيه من بيته. في حالات جلطات القلب مثلا كل دقيقه في جزء من القلب بيروح جزء من عضله القلب بينتهي بيموت مش هيرجع تاني لو عملت ايه مش هيرجع تاني. ومن هنا طلعت اهميه ان يكون في دكتور مدرب ان هو يتعامل مع الحاجات دي اون ذا سين على طول اول ما المريض يوصل لحد ما يجي الطبيب المختص بقى هو يستلم الحاله ويعمل لها قسطره بقى هيعمل لها مور انترفنشن هيبقى ده دور. طب حضرتك تحب تنصح البيشنت؟ طيب احنا دلوقتي بنعمل برنامج وفي ناس كتير معايا بيساعدوا في البرنامج ده وكلنا ماشيين على نفس الخطه ان احنا ازاي ان كل دكتور قاعد في استقبال او في طوارئ في المستشفى ان هو مدرب وعنده تريننج كافي ان هو يتعامل مع الحالات المتعلقه زي ما قلت لك بالقلب وغيره. خلينا نقول لو انت حسيت الاعراض بتاعه الجلطه او الذبحه اللي الناس كلها او معظمها يعرفها توجه فورا للمستشفى واحنا دلوقتي دورنا احنا كاطباء طوارئ ان احنا هنقابل دكتور مدرب عارف يتعامل مع الحاله وعارف يوجهك بشكل مظبوط ويتصرف معاك بشكل مظبوط بحيث ان شاء الله كل الناس تكون تمام وسلامه. ميرسي جدا يا دكتور، كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في